الموجز الاقتصادي من قناة الرافدين، أهلا بكم. رجح خبراء اقتصاديون ارتفاع العجز في الموازنة العامة في العراق إلى نحو 90 تريليون دينار، وأوضح الخبراء أن خطورة هذا الحجز تكمن في أنه سيمول من الاقتراض الداخلي والخارجي بعدما استنفذ الفائض المتحقق من عام 2022 والبالغ 22 تريليون دينار في تغطية العجز الفعلي في الموازنة، وتبلغ قيمة الموازنة للعام الماضي 197 تريليون و 828 مليار دينار عراقي بعجز إجمالي بلغ 63 تريليون دينار، بينما لم يتم نشر بنود موازنتي عام 2023 و 2024. أكدت دائرة العمل في محافظة ميسان فرض إجراءات قانونية وغرامات ضد نحو 40 شركة بسبب مخالفتها قانون العمل، وذكر مدير العمل في الدائرة زيد عبد الرزاق البهادلي أن دائرة التدريب والعمل المهني اتخذت إجراءات قانونية عدة ضد أكثر من 37 شركة بفرض غرامات مالية من خلال رئاسة محكمة ميسان، وذلك لمخالفتها قانون العمل. وكشف خبراء اقتصاديون أن سوق العمل العراقية أصيبت بالمزيد من التدهور بسبب تفشي العمالة الأجنبية غير الرسمية وعدم ضبطها من قبل الجهات الحكومية المختصة. ارتفعت أسعار خام البصرة الثقيل والمتوسط بشكل طفيف مع استقرار أسعار النفط العالمي، وارتفعت أسعار خام البصرة الثقيل بمقدار سنتين لتصل إلى 77 دولاراً و30 سنتاً للبرميل، فيما ارتفعت أسعار خام البصرة المتوسط بمقدار سنتين ليصل إلى 80 دولاراً و60 سنتاً للبرميل، واستقرت أسعار النفط العالمي بالقرب من أعلى مستوى لها منذ أكثر من 3 أشهر بعد ضربة أخرى لليشيا الحوثي في البحر الأحمر، مع استمرار التوترات في المنطقة الرئيسية لإنتاج الخام والتجارة. استعادت حركة التجارة بين تركيا والسعودية نساقها التصاعدي في عام 2023 بعد تباطؤ خلال جائحة كورونا مدفوعة بزخم العلاقات الدبلوماسية بين البلدين. ويقول رئيس مكتب الاستثمار التابع للرئاسة التركية بوراك داغلي أوغلو إن صادرات بلاده إلى السعودية حققت نمواً لافتاً وزادت أكثر من 100% خلال العام الماضي، مضيفاً أن حجم التجارة بين تركيا والسعودية بلغ 6,800,000,000 دولار عام 2023، ورأى أن زيادة الرقم إلى أكثر من 10 مليارات دولار على المدى القصير هدف واقعي. ارتفع عدد الركاب المسافرين عبر مطار دبي الدولية العام الماضي إلى ما يتجاوز إجمالي عدد الركاب لعام 2019 قبل أن تتسبب جائحة فيروس كورونا في توقف الطيران الدولي، ولا يزال المطار أدنى من أعلى مستوى له على الإطلاق عام 2018، إلا أن إحصاءات عام 2023 أظهرت مدى تعافي المطار المعروف اختصاراً باسم DBX من الجائحة، وكان عدد الركاب الذين يمرون عبر محطاتها المكيفة التي تعد مقر شركة طيران الإمارات للرحلات الطويلة في دبي كان بمثابة مقياس لصناعة الطيران في جميع أنحاء العالم والتقدم الاقتصادي الأوسع لهذه المدينة. وقبل الختام نذكر بأسعار العملات الأجنبية وأسعار المعادن.
الختام الموجز للقاء.